غزة ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا. ما يقرب من 500 طفل قتلوا ومزقت أشلاؤهم، بل ودخلت القنابل إلى أجسامهم الصغيرة فمزقت الأعضاء من الداخل تمزيقا، ووقف الأطباء في حيرة وفي ذهول. يحمل الطفل ثم بعد ذلك يرون أن أمعاءه وأعضاءه من الداخل تتفجر. أصبح أولادنا حقول تجارب. عاملنا الأطفال بوحشية وبربرية وقسوة يقف الخيال أمامها متضائلة. والله ما رأينا في التاريخ قط بشاعة ولا فظاعة ولا قسوة كهذه القسوة وهذه الفظاعة والبشاعة التي رأيناها على أرض غزة لأطفالنا الذين يحملون على الأعناق وعلى الأيدي في أكفانهم البيضاء التي ما استطاع لون الكفن الأبيض أن يتغلب ببياضه الناصع على هذا اللون الأحمر القاني لهذه الدماء التي لا زالت تنزف من أطفالنا حتى بعد أن كفنوا وحملوا على الأيدي وعلى الأعناق. قسوة شنيعة وبشعة تبين لأهل الأرض أن اليهود لا يحملون في القلوب شيئا من الرحمة ولا شيئا من الود. ثم تخرج بعد ذلك علينا من تخرج لتقول بأنها متألمة، أو يخرج علينا بعد ذلك من يخرج ليقول بأنهم متألمون لسقوط هؤلاء الأطفال من الضحايا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل عليه مجموعة من الأعراب كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة، فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل أحد أبنائه أو يقبل الحسن والحسين كما في رواية أخرى في الصحيحين، فقالوا له: أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. فقالوا: نحن لا نقبل صبياننا القبلة. فقال عليه الصلاة والسلام: وما لي أن نزعت الرحمة من قلوبكم. وفي رواية: من لا يرحم لا يرحم. إلى هذا الحد. بل لقد ثبت أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم حديث أنس يقول: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين يدي ربه وهي قرة عينه، وجعلت قرة عينه في الصلاة، يريد إطالة الصلاة وإطالة الوقوف بين يدي الله، فيسمع بكاء صبي، يسمع بكاء صبي جاء مع أمه فيخفف الصلاة، يخفف الصلاة رحمة منه بالصبي وأمه لما يعلم من وجد أمه عليه. إلى هذا الحد الرحمة بالأطفال وبالأولاد. حتى وإن ضربت الطفل وضربت الولد لابد أن يعلم وأن تخبره بأنك لا تضربه ولا تعاقبه إلا رحمة به. نعم، إلا رحمة به، إلا لأنك تحبه، إلا لأنك تريد له الخير. فقد يتقدم الوالد بطفله لطبيب ربما يجري للطفل جراحة يشق فيها صدره أو يخرج فيها قلبه، يجري له جراحة خطيرة، ومع ذلك يتضرع الوالد إلى الله جل وعلا أن يوفق هذا الطبيب لإجراء هذه الجراحة بنجاح، مع أنه سيشق صدر ولده. ولم لا؟ وهو يعلم أنه بهذه القسوة المؤقتة يضمن له البقاء بإذن رب الأرض والسماء، فهو يأخذ بالأسباب، والحياة بيد الله تبارك وتعالى، فهو واهب الحياة وهو وحده القادر على أن يسلبها في الوقت الذي يشاء جل جلاله.
وهكذا الرحمة بالطفل سبب وأساس من أهم الأسس التي نستطيع من خلالها أن نربي بها أولادنا على الحب. الأساس الثاني الملاعبة والمداعبة والممازحة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الأطفال ويداعب الأطفال. نعم، لا تستكبر يا أخي، ولا تستعلي، ولا تقل أنا من أنا، لا، تنزل. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن الناس خلقا، كما قال أنس خادمه رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عبير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا يلاعبه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، نغير ده